ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولك اخي يعني كان ضروري هالامتحان؟ ايه ضروري. والله انا خايفه ليقوم يرد يفتح جرحك. لا تخافي اختي، لا تخافي. يا مو لا تنسى تقرا ايه الكرسي قبل ما ترفع الحجر. ان شاء الله يا مو، بس انت دعي لي. تقبرني الله يقويك ويحميك يا رب ويكون معك. يلا الله يقويك، الله يرضى عليك، الله ينصرك، الله والنبي مع ربي وملائكته يساعدوك بحملهم. لسه ما بيان. شو مختار تأخر شاعر؟ ما هيك كل تأخيره وفيها خيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بجوز لا حاله مو قد الحمل عم فركها. اخي شاعر قد وقدود، بس اذا كنت انت ابو ضايت على الحمل ولا شوف. بس خالي بس الله يرضى عليك. اجا شاعر يا شباب. اه اجا اجا. حيوة فهد. حيوة فهد. عن إذنك مختار. إذنك معك خالي شاهير. الله يقويك ويشد أزرك. الفاتحة على روح العقيد عياش، وروح المرحوم أبو أدهم، وروح كل العقدة. شاهير بده يرفع حجر عياش. خير ان شاء الله. اي زادر يزحزحه. الله حيو فهد. الله يشيل معاه. والله رجال الطهر رجال. حيو شاهير. حيو شاهير. الله حيو فهد. حيو فهد. حيو فهد. حيو فهد. الله حيو. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. الله يقويك. حيو فهد. طالع انت عقيد حارة عياش. الله حي عقيد الحارة وشبابها تحت امره. ما بدنا زلغيك يا جماعة. ما حدا يزلغت يا حريم. مبروك عقيد، مبروك. وين سلاحات العقيد؟ مالي شايفه. ولا عقيد بدون سلاحات؟ خلصنا يا ريم، خلصنا بلا كتر الحكي. عمي الله يبسرك. لك يا عمي والله ما لي خلق لا على السيرين ولا على غيرها. يا مو الله يرضى عليك، يعني هالبنات والله طق قلبهم بهالبيت، خلينا نشممهم هوا، بعدين انت واعدهم بسيران. يعني ما فيها منقوديه يا مو. يو منقوديه شو؟ هو سيران. ماشي، جهزوا الاغراض لكان، قوم عمر جيب عرباي. الله يخليك. دورك اخي، تكيه بكون عندك العرباي. اخي الاغراض كلها جاهزه. ايوه الاغراض كلها جاهزه. بتيجي معناتها انت ولا كل هالقصه يا عم خيبر؟ لا يوه لا ابدا، والله والله هي صباح ونجاح لنا عم ينقوا فوق راسي. صباح ونجاح بتيجي معك. ايه مبين. رح ناخذ كل سيران واحلى سيران كمان. بدي اعرف شلون بدك تتجوزي على هالشغل. شو عمي انت رح تساوي لي مرجوحه؟ يلا عمي هلا بس نخلص غدا بساوي لك مرجوحه. الله يعطيك العافيه يا ابو مفا. يلا انزلوا انزلوا لشوف. يلا تعال يا هات لنا يلا حميد. اخي اطلع شوف مين في وراك.
عساك ابو وفاء، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعود عليك. الله يعافيك ويسلمك. يلا يا ابي يلا يلا امشي. هات امشي. العمى شو جاب هذا الواطي لهون؟ نزل عن وشك انت وياها. شبك شو في؟ شو جابوا لابن العياش لهون؟ لسه لاحقنا من قرنه لقرنه. شو بعرفني؟ والله ما بعرف. مشان هيك بدكم تجوا على الربوه مو هيك؟ والله يا رجال ما بنعرف انه هن هون. والله البنات مشتهيين يروحوا على الربوه. يلا خلينا نغير القرنه يلا. شو قصتها الحربي؟ كل ما عم تيبس راسها ما في خواص، حرمي ناقصة. والله مو قاطع ايدي لك كرامتك يا عقيد يا كبير العقدة. ايه الله يرحمك يا عقدة. نصري يا نصري. ايه يا عقيد. مو عقيد وينه هذا عبو؟ والله ما بعرف يا عقيد، من يوم ما اشترى هالشبرية هو عم يضط، ما حدا عم يعرف وين عم يروح. شلون صارت فرس المرحوم؟ والله يا عقيد ما منيحة منوب، لا عم تاكل ولا عم تشرب، صفيانة جلدة وقضمة. اجا البيطار شافها اليوم؟ اجا شافها. شو قال لك؟ ما بعرف شو بدي لك. لك احكي لي شو قال لك نصري؟ قال يا عقيد الفرس إذا متعودة إنه صاحبها يدللها وما تاكل إلا من إيده، إذا ما تتزعل عليه بتموت ورا. أي والله مزبوط هذا الحكي. دير بالك عليها منيح وطعميها. تأمر عقيد غيره. سلامتك. سلام. أمانة يا جماعة. تسلمونا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وبارك عليه محمد. وادعوا لنا هنيك إنه الله سبحانه وتعالى ينادينا لزيارة بيته عن قريب. آمين. 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 عليم الله عليم الله إنه روحي عم تفرق فرق على هالروح. أيوه. الله يطول الله يطولك. الله لا يحرم منا مخلوق بجاه الحبيب محمد. آمين. 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 إيه يا جماعة ما بدي وصيكم. الحارة أمانة برقبتكم، وخص نص أبو لطفي وفهد. لا يكن لك فكري مختار، أنت تيسر ولا تشغل بالك منه. لعيونك عمي أبو الضاح، إن شاء الله منكون عند حسن ظنك وبضل رأسك مرفوع. وشو صار مشان سلاح عياش؟ أرملت المرحوم بعتت لك المفتاح؟ إلا ما يجي يوم تبعتهم مختار، أنت لا تشغل بالك. الله يصلح الأمور. ومشان حارة الكوم يا جماعة بتتركولي هالموضوع لحتى أرجع. وتار أبو أدهم مختار؟ تار أبو أدهم يا عقيد ما حدا نسيانه، بس أنا حاسس أن الموضوع فيه إنا، يعني مالي متأكد أنه أهل حارة الكوم هن اللي ورا قتله. خلونا نتروى. إيه مختار؟ وإمتى لازم نتهون إذا الله راد؟ بعد صلاة الصبح إن شاء الله. المهم إنه نوصل على دوما قبل ما تطلع الشمس إن شاء الله. يعني ناويين تروحوا مع قافل دوما؟ إيه والله يا أخي، الدوامنة طيبين وبيترافقوا. إيه والله والنعم منه. نحن رح نروح معهم بس بدنا نرجع بالببور لأنه رح نتأخر هنيك. يا ترى مين قتلك؟ معقول يكون ولاد حماك مالهم إيد بقتلك؟ يا ريتك كملت كلمتك قبل ما تموت وقلت لي مين اللي ضربك. إيه والله العشرة من دمه. متت وانت زعلان مني وما كنت تصدق انه حرمتك خاينة. مجاعة مجاعة الحق يا جماعة. بقى الله يرضى عليكم، انتوا شوفونا هالعيلة الفقيرة يلي عادة بياخدوا من الصندوق، شوفوهم كم عيلة، نعطيهم اللي الله بيقدرنا عليه. الله يجيرنا. امبارح مرقت لكم من احباب الجابي وشوفي يا جماعة، شوفي بتقطع القلب. اطفال قاعدين على اساس الحيطان، وشي ميت من الجوع وشي عم بيموت، وطنابر البلدية عم تحمل بها الميتين وتأخذهم تطمر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله يا جماعة إحنا طاحونتنا وقفت، عم يجوا الزابطية على غفلة ويقشوا كل شيء. بيكون الواحد جايب له رطل رطلين قمح مشان يطعم أولاده، بيجوا بياخذوا له إياه. إيه نعم سيدي، إيه نعم، طلع فرمان من الدولة، كل مين عنده برغول قمح عدس يعني كل شيء حبوب بيتاكل بده يسلمهم للدولة. بحقهم ولا ببلاش؟ لك سيدي بحقهم، بس شو بده يعطوه يعني من الجمل ابنه؟ وسمعت كمان انه الطواحين بدها تصير تطحن للعسكر ويمكن ببلاش.
حرب يا جماعة، حرب الله يجيرنا منها. الله يبدل الأحوال بأحسن. ما ضل تقوى يا جماعة، التقوى أقوى. إيه والله، إيه والله يا أخوة، العياذ بالله، قال في حريم عم يطلعوا على الطريق مكشفين عن وشه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، شلون الله بده يرحمنا بعد هالشيء يا لطيف؟ لك لا، وفي منهم كمان عم يكشفوا عن شعرهم. شو بده يصير أكثر من هيك لسه؟ يا سيدي، يمكن صرنا بآخر زمان وقربت القيامة. إي نعم، ما هذا زمن البرغوت، الله يجيرنا منه. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار.